أخبار الائتلاف الوطني السوري بعجالة، أهلا بكم. تتواصل مظاهرات أبناء محافظة السويداء لليوم التاسع على التوالي، حيث يتحرك المتظاهرون كل يوم باتجاه ساحة السير الكرامة في الموعد اليومي الساعة 11 صباحا للتأكيد على المطالب الشعبية برحيل رأس النظام بشار الأسد وإحداث التغيير السياسي. وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري سلم المصطفى أكد أن نظام الأسد لا يستطيع كسر الإرادة العظيمة التي يمتلكها الشعب السوري، فبعد أكثر من 12 عاما تصدح الحناجر مجددا بالمطالبة برحيل نظام الأسد راعي الإرهاب والفساد. وشدد رئيس الائتلاف على ضرورة أن يعي المجتمع الدولي أن هذا النظام غير شرعي، وتغييره هو مفتاح الحل الذي ينتظره السوريون. شارك رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المصطفى في الحفل السنوي الذي أقامته منظمة جلوبال جيستس في مدينة غازيانتاب التركية بحضور ثلاثة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين فرانش هيل وبين كلين وسكوت فيتجيرالد. كما شارك في الحفل كل من رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزارة الخارجية التركية ممثلة بالسفير جاجري صقر، إلى جانب العديد من الناشطين والسياسيين ورجال الأعمال السوريين والأتراك ورؤساء المنظمات الإنسانية العاملة في تركيا. وألقى رئيس الائتلاف الوطني كلمة خلال الحفل رحب فيها بالحضور، وأكد على أن هذه الفعالية ونظيراتها هي فرصة مناسبة لتعزيز التنسيق بين المكونات السورية بما يخدم أهلنا السوريين في المناطق المحررة وخارجها. أكد عميد كلية طب الأسنان في جامعة حلب الحرة دكتور محمد خطاب أن الكلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة والتي تأسست في عام 2016 باتت اليوم كلية متكاملة من الناحية العلمية والعملية بمخابرها وكوادرها. وأضاف الدكتور خطاب أن في الكلية حاليا 500 طالب موزعين على السنوات الدراسية الخمسة. كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنها تمكنت من توثيق بيانات وأسماء 3076 معتقلا فلسطينيا اختفوا قسريا، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطون حقوقيون وصحفيون وأطباء وممرضون وعاملون في المجال الإغاثي والإنسانية. وسجل فريق الرصد والتوثيق في المجموعة 643 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون الأجهزة الأمنية لنظام الأسد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.